أهلا بكم أعزائي في جمعية شهادة قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان همزة الوصل وهمزة القطع. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم أولا أن نعرف همزة القطع، ثانيا أن نعرف همزة الوصل. فهيا بنا لنبدأ. والآن أصدقائي سنتعرف بهمزة القطع، حيث أنها هي الهمزة التي تكتب وتنطق في حالة الوصل، أي أنها في الكتابة وفي الوصل تكتب وتنطق همزة. فنقول أرسمك، فالسؤال هنا هل قمنا بلفظ هذه الهمزة؟ أحسنتم لفظناها. هل اتصل بهذه الكلمة شيء؟ أحسنتم لم يتصل. وإذا قلنا سأرسمك، هل اتصل بهذه الكلمة شيء؟ أحسنتم، إنها السين. وعندما اتصلت السين بهذه الكلمة، هل بقي لفظ الهمزة كما هو؟ أحسنتم. فسابقا عندما لم يتصل بها شيء قلنا أرسمك ولفظناها، وعندما اتصلت بها حرف السين قلنا سأرسمك. وأيضا كلمة أسبوعا، أيضا هنا قمنا بلفظ هذه الهمزة ولم يتصل بها شيء. أحسنتم. وهنا ممتاز، سبقها حرف الواو وأيضا قمنا بلفظ هذه الكلمة فقلنا وأسبوعا. إذن فهذه الهمزة وهي همزة القطع، قلنا بأنها تكتب همزة وتنطق في حالة الوصل، مثل أحمد، أسعد، أو كلمة إلى. أصدقائي لقد تعرفنا سابقا بهمزة القطع، والآن سنتعرف بهمزة الوصل، وهي الهمزة التي تكتب على شكل ألف دون همزة كما نرى أمامنا. وهذه الهمزة تلفظ عندما تكون في أول الكلمة، ولكنها لا تنطق في حالة الوصل، فسنتعرف ماذا نقصد بذلك. فلدي بداية كلمة فاقتربت. هذه الكلمة طبعا هي في الأساس وفي الأصل كلمة اقتربت. فعندما قلنا فاقتربت، هل اتصل بها شيء؟ أحسنتم، اتصل بها حرف الفاء. وعندما قلنا فاقتربت، هل قمنا بلفظ الهمزة الموجودة في هذه الكلمة؟ أحسنتم، لم نلفظها. إذن لم نلفظ الألف في هذه الكلمة عندما اتصلت بها أو اتصل بها حرف الفاء، فنقول فاقتربت. فهنا عندما تكون هذه الهمزة في حالة الوصل لا تنطق أو لا تلفظ. وكما نرى أنها كتبت على شكل ألف ولكنها دون همزة. وعندما قلنا اقتربت طبعا لم يتصل بها شيء، ولكن هل لفظنا هذه الهمزة في بداية الكلمة؟ أحسنتم. وهل اتصل بهذه الكلمة شيء؟ أحسنتم. إذن لم يتصل بهذه الكلمة شيء، وعندما لم يتصل بهذه الكلمة شيء قمنا بلفظ هذه الكلمة، مثل أن نقول ابن أو ابنة. فهنا لم يتصل بها شيء أو لم يسبقها شيء وكانت في بداية الكلمة فقلنا ابن أو ابنة. مثل هنا إذا لاحظنا كلمة أو اسم عيسى بن مريم، كلمة ابن عندما جاء بين اسمين هنا لم نلفظ هذه الهمزة فنقول عيسى بن مريم، ولكن إذا قلنا ابن مريم فهنا لم يسبق كلمة ابن أي كلمة أو لم يتصل بها شيء، فهنا قمنا بلفظ هذه الهمزة. طبعا أصدقائي بهذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم، وتحدثنا عن همزة القطع وهمزة الوصل. وفي حال وجود أي استفسار أو مساعدة لا تترددوا بالتواصل معي. وقمنا أيضا وتحدثنا بالحديث عن قصة سلام وحشورة، وكيف تغيرت سلام وكيف ساعدتها حشورة بهذا الأمر.
وهناك ورقة عمل أصدقائي، قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل، ولا تترددوا بالاتصال بي، وشكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس، الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.